رجعنا لكم بعد الفاصل وفقراتنا متواصلة النهاردة علشان نحتفل معاكم بالعيد، ومعانا ضيفنا اللي مشرفنا الشاعر الشاب عز الدين أيمن. أهلا بك يا عز. أهلا بك، نورتنا. نورك. كل سنة وأنت طيب. وأنت طيب. أهلا بك يا عز، منورنا النهاردة. عايزك بقى تقولي كده، مين هو عز الدين أيمن؟ عرفني نفسك كده. والله أنا عز الدين أيمن، 19 سنة، مواليد محافظة الشرقية. بدأت أكتب شعر من 3 سنين تقريبا، يعني طبعا والدي بيكتب شعر برضه، فكان بيقول لنا بيسمعنا يعني قصايده في البيت وكده. وانت يعني اتعلمت من والدك يعني؟ الحمد لله. بعدين بدات اكتب اجزاء صغيره كده، وواحده في واحده بدات اكتب. حضرت قصايد. طيب ندوات او طبعا كدا. رحت قصر ثقافه فاقوس، الحمد لله يعني اساتذه كبار وقفوا جنبي وساعدوني كتير، ورحت مع والدي يعني بس، والقصيدة في قصيدة، والحمد لله بدأت أطور من نفسي وأسمع قصايد كتير وأقرأ كتير لشعراء كبار يعني، والحمد لله يعني بقيت كويس يعني. كلمنا بقى عن بدايتك في الشعر واحكي لنا كده الموضوع بدأ إزاي من الأول خالص. والله زي ما قلت لحضرتك، هو الموضوع جمع عن طريق والدي يعني، هو زي ما قلت لك هو شاعر برضه وله ديوان، كان بيسمعنا كتير، فانا كان نفسي او حلمي يعني ان انا اكون زيه يعني. ده كان حلم عندك؟ الحمد لله. وبس فالموضوع جه من عنده يعني. يعني يعني ده اتفضل كم اتفضل يعني هو والدك اللي اكتشف موهبتك يعني؟ انا يعني قلت له ان انا عايز ابقى زيه كده. كنت واخده قدوه يعني؟ كان قدوه ليا. وبس فبدات اكتب واحده في واحده واسمعه، كان هو بيدعمني دايما وبيساعدني. بس وكتبت. عرفنا ان انت عامل حاجه بخصوص الكورونا والعيد ده. سمعنا كده بقى الحاجات اللي انت سمعنا. حاجه من حاجاتك الجميله بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي يوم وليله من ليالي ارضنا الطاهره البهيه، شرف الأرض بسلامته شيء غريب من كام سنة مش شفنا زيه. كام جينوم أو جرثومية كونوا فيروس خطير جه وهز الكون بحاله، كام إصابة وكام ضحية، مات كتير والمتصابين في بلادنا برضو مش شوية. أصبح الأسوأ مصير والبشر بيودعوا الدنيا في سيناريو بالبطيء، داير الكون كله يبحث عن علاج أو مصل يمنع زي ده فيروس خطير. لكن الحل الوحيد واللي مش يمكن ده شيء واضح أكيد، إن هو الخير وإن بلادنا بيها تكون في عيد. هو رب الكون تعالى اللي يقدر يحمي مصر وعنها يمحي أو يزيل فيروس كورونا. هنروح لمين غيره نشكيله ونصرحه؟ هنلف مهما نلف فمفيش سبيل يدوينا ولا حد يلطف بينا غير العظيم ربنا، قادر يزيل الهم ويفك ضيق عبده. اوعاك في يوم تيأس او تنسى فضل الله، ادعيله واسجدله صبح ومساء تلقاه، والهم بكرة يزول وتعود حياتنا سعيدة من غير مرض ووباء. بالعلم والإيمان نقدر نكون أحسن ونحارب اللي زمان قالوا عليه فيروس. هنقوم أكيد تاني والصبح هيشقشق، بس انت قول يا رب والزم غسيل إيدك، وإن قامت الدنيا أوعاك تفارق بيتك، إن قامت الدنيا أوعاك تفارق بيتك. ما شاء الله عليك عز، حاجة جميلة جدا يا جاهز. احكي لنا بقى يعني جات لك فكرة الشعر ده ازاي، إن أنت تكتب الكلمات الجميلة دي؟ طبعا الظروف اللي بتمر بها البلد ويعني حاجة مؤسفة جدا، أعداد كبير من المصابين والموتى يعني يعني بس، فالواحد الظروف دي ألهمتني وخلتني أكتب. أنا شايف من شعرك أو من الكلمات يعني أنت متفائل، عندك أمل إن احنا نعدي إن شاء الله. طبعا إن شاء الله هنعديها. الشعب المصري معروف بأنه قوي ومتوكل على ربنا، ف ودايما من الماضي يعني ان اي حاجه او اي صعب بيمر بيه بيعديه باذن الله. الحمد لله. ده يا جماعه اللي احنا عايزينه بنقوله لشبابنا، خلي عندكم امل كبير جدا في ربنا في ان احنا هنعدي الازمه دي. اوعى تيأس من ربنا ابدا ولا تقنطوا من روح الله. عايزينك بقى تسمعنا حاجه كده جميله كمان تكون انت بقى بتحبها وتكون كانت وش الخير عليك. تمام، نسمع لو انا الجاني. تمام ماشي.
وافتتح الكلام سلامات من حد عاشق ليكي في الضلمة ومش طايل ضياء عينك، حابب بيوصل ليكي إحساسه في كام كلمة أو يجوز كلمات تعبر عن بداية جميلة قضاها في أول كلمة قلتيها، حروفها كتير لكن أولها حبيتك. ومن يومها بقيت بكتب، بقيت غرقان في بحر الشعر، ومن يومها بقيت بيتك، بقيت طفل في بداية عمر. رسمت كتير من الأحلام وخططت الحياة قدام معاك انت يا ست الحسن، طلع في الآخر التخطيط كما بيحصل في آخر فيلم في السيمة، نهاية مليها شغل دراما، ملامح صورة بهتانة وورق من وردة دبلانة وكلام فاضي. خلصنا وقلنا متفرقين، وآخر كلمة قلتيها كانت فوداني شبه أنين، مريض وجعه في صميم الروح، سجين من كتر ما نادى بحرية، رنين صوته بقى منبوح. فأنا دلوقتي بعد فراق شهور يمكن بقولك إني مش ناسي، يجوز إنك نسيتي خلاص وكملتي الحياة بدوني كأني كنت مش موجود من الأول، ولا عيونك في يوم شافت جمال الحب في عيوني. يجوز إنك زعلتي بعد كام ليلة وفيهم كنت فاكراني، وبعد دقيقة من مسحك لآخر كلمة في الشات اللي كان بادي مسحتي سيرتي من عقلك وصار خالي، لكن سيرتك وسيرت الحب متلازمين في آخر الليل في بلكونتي، يومات تفوت على بالي جمل من أغنيات الست معاهم قلبي ليكي يحن وينادي، يومات براجع الجوابات وادور على اللي خلاكي رفضتيني سبب يمنع تكوني لي، فمش بلقى سبب كافي عشان تغيبي عن عيني ونتفارق، عشان ما شوفش مره في يوم، عشان ما شوفش ضحكه في يوم كانت لي وريد هرب من غز سكينه فنجاني. فانا عن نفسي لو مجني عليه منك مسامحك مهما قلتيلي، وطالب يعني لو ممكن تسامحيني لو انا الجاني. لا يعني ان شاء الله يعني ما شاء الله جميل جدا جدا، ان شاء الله هتسامحك. ان شاء الله هتسامحك. اتمنى يعني. بجد كلماتك جميلة جدا وحقيقي ليك مستقبل. شكرا. عندك حاجة تانية تحب تسمعها لنا؟ لو ينفع عندي حاجة للشهيد. طبعا اتفضل. تمام. طبعا احنا كنا بنتكلم في الفقرة الأولى عن دور الشهيد وعن أحمد منسي والبطل بتاعنا، سمعنا بقى حاجة بما إنك من المحافظة الشرقية يعني وتقرب له. تمام. ليه شرف طبعا. طبعا. مفتتح. ياللي بتقوله الشهيد مات واندفن، روح الشهيد مسك وعبير بيفوحوا من قلب الكفن، افرحي يا ام الشهيد ابنك خلاص اصبح بطل، اوعي تقول ان ابني مات، اصل الشهادة دي منزلة واللي ينولها يبقى حبه ربنا، يا رب نولنا الشهادة ونموت فداك يا مصرنا، يا رب نولنا الشهادة ونموت فداك يا مصرنا. مشروع شهيد قام في يوم الصبح بدري صلى فجره وأدى فرضه، راح لأمه يبوس إيديها ويناديها ترضى عنه، شال هدومه ويا كتبه، خد حاجاته وراح كتبته، شاف هناك ضباط كتير والعساكر مرصوصين، اللي واقف واللي صامد واللي على الحدود أمين، شافه عم الصول زناتي قال له اسمك، قال بسرعة اسمي نجاتي، جاي عشان احرس يوماتي، جاي عشان افضل يوماتي احرس الارض اللي ياما عشت فيها طول حياتي، قال له عم الصول زناتي كلنا شايلين رساله ان حب بلدنا حاله واننا بنموت زياده، كلنا مشروع شهاده، كلنا مشروع شهاده، شال سلاحه الواد نجاتي بعد ما عرف ان بلده عنده اغلى من حياته، كان في باله كلام كتير نفسه يعرف يعني ايه كلمة شهيد، نام وقام الصبح بدري عالطابور يزحف ويجري لجل ما يكون البريمو والشهادة تكون لصالحه، بعد ساعة من الطابور جه نقيب اسمه أمين قال له اسمع يا نجاتي من الليلادي انت واحد من الكمين اللي هيكون على الحدود وسط فرقة من الجنود، راح نجاتي لم حاجته كان سلاحه في قلبه صاحي
فجأة جت دورية شردة فيها ناس متلتمين بالقنابل والمدافع فجروا كل الكمين. كان في أول صف من الناس اللي ماتوا ابننا الجندي نجاتي، جت له طلقة في قلبه لجل يموت وحيد، ذنبه إيه يرجع نجاتي على البلد لأمه شهيد. كل يوم بيموت نجاتي، كل يوم بنزيد شهيد، كل يوم بيموت نجاتي، كل يوم بنزيد شهيد. ما شاء الله كلمات جميلة جدا مؤثرة فعلا. هو كل يوم بيموت نجاتي وكل يوم بنزيد شهيد، بس كل يوم بنزيد ايمان بربنا اكبر بان احنا ان شاء الله هننتصر على الارهاب وعلى الارهابيين وعلى كل من فكر نفسه انه يعني هيحارب او هينتصر على مصر. مصر باقيه الى يوم الدين باذن الله. وكمان زي ما قلنا قبل كده ان مصر مذكوره في القران الكريم وان ربنا حافظها وحاميها. طبعا كلمني بقى عن احساسك وانت بتكتب الشعر الجميل العظيم ده. والله طبعا احساس يعني انا فخور بنفسي جدا ان انا بعمل حاجه زي دي. واحنا كمان فخورين بيك. احنا سعداء بيك جدا والله وفخورين جدا حقيقه. يعني شرف ليا يعني. شكرا. بس يعني كان في شهيد معين اثر فيك وكتبت الشعر ده بعديه ولا كتبته للشهداء؟ اكيد طبعا الشهداء عموما، خاصه الشهيد احمد المنسي طبعا وشهداء البرص. يعني الواحد اتاثر جدا، وطبعا زي ما قلت حضرتك مسلسل الاختيار يعني عاد فينا الروح، روح الشهيد والتضحيه دي من جديد. فالحمد لله يعني ربنا الهمني وخلاني اكتب حاجه زي دي. احنا حقيقي بنشكرك. ربنا يخليك. انت نورتنا واستمتعنا جدا معاك وقضينا جو جميل في العيد. شكرا. وقبل ما ننهي فقرتنا النهارده حابه اشكر مخرج البرنامج العظيم وليد عماره، وحابه اشكر فريق الاعداد على تعبه معانا في البرنامج، حابه اشكر اسراء توفيق ومحمد سيد ورقيه محمد. بشكر كلكم يا شباب طبعا، انتوا تعبين معانا كتير 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 جدا يعني، وده شرف كبير ان احنا شغالين معاكم على فكره يعني. وانا من هنا بقول لكم بحبكم، كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين. نورتنا يا عز. يا جماعه انتوا طبعا يعني مشاهدينا واحبابنا في كل مكان، سعدنا بيكم جدا، وطبعا فرحنا معاكم وكانت فقراتنا حلوه جدا. احنا اسفين ان وقتنا انتهى، بس ان شاء الله انتظرونا الاربعاء القادم في ميعادنا الساعه 10 مساء على الصحه وجمال فيستوك عبد المنعم الالفي وجهاد الديب. الى اللقاء.